بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم عن الطائر يرزقه الله. في هذا الدرس راح نتكلم عن الصورة مثل ما تلاحظون. لقد سخر الله تعالى لهذا الطائر التقنيات المناسبة ليتمكن من رؤية السمكة تحت سطح الماء، تحديد موقع السمكة بدقة، وإجراء كافة الحسابات اللازمة للهجوم على هذه السمكة وضمان نجاح عملية الهجوم. كل ذلك يحدث في دماغ الطائر الصغير، ويتعجب العلماء لهذه الحسابات المعقدة ويقولون كيف تمكنت الطبيعة من تزويد هذا الطائر بهذه الميزات والقدرات العالية. راح نرد على العلماء ونقول: ليست الطبيعة العمياء، بل هو الله سبحانه وتعالى القائل في القرآن الكريم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سورة طه آية 50، والله أعلم.